نحن الآن أمام سوق الطيور في بريدة اليوم الجمعة 2/6/1442، تغطية المستمرة كل جمعة سوق الطيور في بريدة. تابعونا على التغطية على قناة إبداع القصيم. الله يوفق الجميع. هذا حمام يسمونه حب الرمان، سام الجوز الواحد، الجوز سام 23. والدجاج البلدي عندك منوع واشكال والوان، كم سام طال عمرك؟ 13. سام الحب ب 13 ريال اليوم الجمعه، الله يفكه. هذا حمام بلدي الان سام 12 ريال الجوز الواحد. طبعا هذا حمام مع الشباب كريمي، يسمونه كريمي، باعوه اليوم جمله ولا تفردون انتم؟ لا جمله ب 18 ريال الجوز. ما شاء الله هذول يسمون تيوس الجفرة. ها هذه جفرة، هذه جفرة وهذه تيس. اسامة سيمة من الرجال على 2000 ريال، اسامة على الرجال سيمة منه 2000 ريال. وعنده ما شاء الله هذه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارككم. وذي بكم سيمة اخوي؟ ما سيمت ما شاء الله. اللي بيقتنع الحقيقة الجمال الرباني، اللي يقتنع الجمال الرباني صراحة يستاهلن، اللي بيقتنيهن يستاهلن الحقيقة. يسامن الآن مع الرجال 2000 ريال على المجموعة، الله يفكه. هذا دلالنا المبدع على سوق الطيور دائما، يسعدنا اللي شفناه، خالد القباع. أبو عبد الله، يسعدك أبو عبد الله اليوم. حمام فيلر قلاب. قلابي. أي نعم. يسام على 10.5 الجوزة الآن. يسام على 10.5 حمام قلابي. وذا طعمه؟ هذا حمام سيلفر. ايه بعناه تو الجوز ب 16 ريال. لا ابو عبد الله اليوم الجوز ب 16 ريال، الحمام السيلفر الجوز الواحد. عندك شيء ثاني اخوي؟ الوز لا طال عمرك اربع حبات يسام من جميع 500 ريال. الوز اللي عنده برضه ابو عبد الله يسام من المجموعه دي 500 ريال. وز عراقي وز عراقي. ثاني شيء عندك اليوم حبات ثانيه بعد؟ البيض يسام على 16 ريال، بيض عربي، دجاج عربي. البيض عربي ها؟ اي نعم. كم يسام؟ على 16 ريال الطبق. يسام 16 ريال مع ابو عبد الله اليوم الجمعه. الطبق يسام 16 ريال. هذه فراخ بلدي مع ابو عبد الله. الان سام 16 ريال الجوز. هذا الوز اللي قلنا تكلمنا عنه، الوز العراقي اللي تكلمنا عنه. قلابي يسام ب 10.5. الجوز ب 10.5. 11 عبد الله 10.5. ابو عبد الله قباع الجواز هذا سام 10.5 سلام سوم 10.5 سام 10.5 المجموعه هذه. طبعا هذا حمام فرنسي ابيض يسمونه، الجوز ب 30 ريال كجمله، 30 ريال فرنسي ابيض. طبعا السوق ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله مليان عالم المتسوقين واللي جايبين انواع الطيور من كل مكان. سوق مزحوم يوم الجمعة. ما شاء الله هذا دلالنا متعب دائما يبدعني بالسوق. حبيب وطيب. هلا شب علي الله يسلمك. هلا شب علي على 21 ريال. وش نوع وش انواع متعب؟ الماني مجوز على 21 يسام. الماني مجوز حمام ها؟ حمام يسام 21. الله ابشرك بعنا، هذول بعناهم ب 9 صافي. تسعة كم؟ تسعة صافي. تسعة صافي؟ نعم. الجوز هذول بعناهم بلدي ها؟ هذول بعناهم ب 12 صافي. هذول ب 12 صافي. 12 صافي الجوز. هذول الدجاج طبعا دجاج هذول نتكلم عن الدجاج. هذول 35 صافي. وهذا سهل رأيه. الواحد نعم. الديس عند متعب اليوم باع ب 35، الديس الواحد 35. هذول متعب دائما اللي يبدعنا بالسوق. هذول ما شاء الله. طيب طيب. يستاهل من يخليه يسوق له. كم متعب؟ هذول 10 صافي بعناه. هذول الحمام باع متعب نعم. اليوم ب 10 صافي. 10 صافي. هذول بعناه اليوم. هذا هندي عشه كامله. هذه حمام نعم. هندي عشه كامله كم 13 صافي. باع 13 متعب. الله يرزقك وابشرك بعنا الحمد لله. خلنا نبيك تجي مقدم الله يجزاك خير. حبيب متعب يكفي بس يا واحد. هذول بعناه على 40 صافي. هذول ايش دجاج؟ دجاج ها؟ الحب بكم بعتوها؟ انا ب 40 صافي. الدجاج هجين الحب ب 40 صافي مع متعب اليوم. الله يوفقهم. كل ما الحقيقه العروض ما تو اسبوعه.
هذول الثلاث حبات ب100 صافي. ايش نوع هذول؟ رقاص ابيض ب100 صافي. كل الثلاثه ب100؟ نعم كل الثلاثه. كل الثلاثه جوز ولده. جوز ولده ماشي. هذا مع الدلال متعب. هذا اللي بعناه ب100 كل ما ودك تعداه متعب. انا شرح جبنا الحقيقه هذول اللي بعناهم بالتغطيه. كم متعب ذولي؟ هذا اللي سامن انا شرح الحبه. سامن على شرح الحبه دجاج بلدي. لا ما بعناه ولا رانب ولا رانب. انا رانب يسامن 80 حدين ب100 صافي. ولا رانب يسامن 80 حدين متعب ب100. انا ذكر دجاج ب 15 ذكر وانثى. ذكر وانثى نعم ذكر وانثى. والدجاج ذولي؟ الدجاج ذولي سامن على 21 مع ذولي. دجاج سامن 21 الجوز 21. وش نوع ذولي متعب؟ لمنيوم. هذا لمنيوم ها؟ برضه لمنيوم دجاج. الجوز على 21 كل هذا مع الدلال المبدع الحبيب الطيب. وش على 21 ها؟ ما انا وصف اللي نعطيه اياه يستاهل حبيب. حبيب متعب كفو والله. الله متعب يجزاك خير. نبيك تجي مقدم بس كفو. الله يجزاك خير. نعم نورنا السوق. نورنا السوق يا شيخ. 15 صار قريب والبيض بلدي الطبق يساب 15 ريال 15 مع متعب. نعم هذا ابو صالح خريف اللي دائما يتواجد في السوق يبيع انواع كثير من الطيور. رجال حبيب ورجال ناس عليه الطيب. نبي نشوف ايش عنده اليوم. ابو صالح صباحك الله بالخير. الله يسلمك. شلون طال عمرك؟ وش بعته اليوم طال عمرك؟ ها؟ وش عندك اليوم؟ سم افراخ كم بعتوها؟ كل زين على 18 افراخ البلدي. البلدي والافراخ الثانيه؟ لا زاجه. زاجه ب 18. بعنا بيض الوز على 15 حبه. بيض الوز على عراقي. البيض الوز بكم؟ عراقي على 15 حبه. 15 الحبه. وهذا الرومي ولا الرومي كم بعتوه مع الرجال؟ على 170. 170 الرومي. الرومي طبعا الحبه الواحده الحبه ب 170 ريال اللي هو الديت الرومي. اي نعم ما شاء الله. هذا الحبيب ذا عبد الرحمن. شو اسمك انت؟ عبد الرحمن شو اسمه؟ صالح. ابو صالح. هذا صالح. صالح ونعم صالح. شلونك صالح؟ صالح ما شاء الله. وابو صالح الحقيقه انهم يبدعوننا بالتغطيه وجزاهم الله خير ونشكرهم الحقيقه على وقفتهم معنا دائما بالسوق. جزاكم الله خير. هذا خويك. هذا مو بذا رفيقنا فروح. هذا مو بذا رفيقنا. هذا رفيقنا. شلونك طيب؟ هذا دائما ما شاء الله يبدعنا الحقيقه قبل نتعرف على ابوه. لكن لقينا ابوه اطيب من العيال. الله يوفقهم ما شاء الله. افريف ما شاء الله. هذا بش بلدي يبيعون الجوز ب 35. بش بلدي 35 اليوم. جوز زاجل اليوم ب 20 ريال. وذو وش نوع يا اخوي؟ باكستاني. كم؟ هذول على 25. على 25 باكستاني. وذول طال عمرك؟ نفسه. هذا كله باكستاني يبيعون الجوز اليوم سوق الحمام الجمعه ب 25 ريال. الله يوفقهم. معنا ابو مشاري علي الجدعي من الحقيقه من منطقه من الرس. يجي من الرس كل جمعه سوق بريده. عنده عده مباسط. وش عندك المباسط يا ابو؟ عندنا يا ابوي دجاج فيومي ودجاج عادي وارانب فرنسي وارانب عادي وعندنا حمام. كل شيء موجود الحمد لله. وجران كل شيء. هذا كلها انواع الطيور تجيبها من الرس لبريده. الله الله تجيبها من مزرعتنا بساقي. عندكم مزرعة بساق؟ الله الله. كنت تنتج كل الطيور هذه؟ الحمد لله. وش رايك بسوق بريده؟ والله يقول المثل الرزق بمزاحم الاقدام دايم. نعم كفو والله. الواحد الرزق ما يدري وين فيه. الحمد لله. ما دامك مبسوط وبسعاده احنا الحقيقه نحمد الله ونشكره انك بسعاده ودائما وما شاء الله عليك يا ابو مشعل. يكفينا الخشيشه اللي مرحه. الله الخشيشه المرحه تشرى ذي يا شيخ. الله يحفظك. والله مرتاحين يا ابوي. وش نبي؟ جو ممتاز اليوم. الجو رهيب اليوم. اليوم الجو رهيب يا رب لك الحمد. أيوة ونعم انت بالشكر. ما شاء الله عليك. انسان قنوع وانسان يشكر دائما. فاللي يشكر لان شكرتم لازيدنكم. اللهم لك الله. يوفقك يا ابو مشعل. الله يحفظك. هذا من طيور الزينه اسمه باجي. يبيعون الجوز الواحد اليوم ب 200 ريال. واذا طال عمرك؟ نفسه ب 200. واذا نفس الباجي؟ نفس النوعيه. ذا برضه الباجي اللي هو الاخضر يبيعونه ب 200 اليوم الجوز الواحد. هذه حمام يسمى حب الرمان. الجوز الواحد تنقى منهن يبيعونه اليوم ب 100 ريال. الله يفتح. هذا كناري اليوم ب 150. وذول طال عمرك وش هن؟ هذول نفس الكناري على 400. وذول كناري ب 400. ليش يفرق السعر يا ابو من هذا لهذا؟ ها؟ ليش يفرق هذا كناري ب 400 وهذا ب 150؟ هذا جوز هذا الحاله. هذا جوز
الأنثى رخيص. هذه الأنثى يعتبر يقول الرجال رخيصة ب 150 اليوم. وهذا الذكر ب 300. والذكر حاله ب 300 يبيعون الحالة الذكر. وعندك الجوز ب 400. نفس الفصيلة. نفس. الله يفقه. طبعا هذا كناري أبيض يبيعونه ب 300 ريال حاله، كناري أبيض. يبيعون 300 ريال لحاله كناري الأبيض بس متغطي تحت. هذول بغيتهم بنات ولا عيال الفرنسي يبيعون الحبه بكم؟ الحبه ب 25. الحبه ب 25. طيب اخوي الطير ذا وش هو عندكم؟ المينا. المينا بكم تبيعونه؟ هذا 900 متكلم مريض. يتكلم؟ ايه ما شاء الله، وش يقول؟ دواف السلام عليكم بابا. يقول كذا؟ كم تبيعونه؟ 900 ريال. هذا يتكلم 900 ريال عندك. وهذا وش هو الثاني ذا؟ هذا صك كنيور. شو اسمه؟ صك كنيور. ايوه. هذا متكلم وليف وهدد. متكلم وليف وهدد، كم طال عمره؟ هذا سعره ب 2008. ب 2008، وهذا؟ هذا روزيلا ذكر. روزيلا ذكر. مو بليف. اي نعم. تصفير. ايه. 3000. هذا يصح حكم. ايه. يصح حكم راعي تصفير. ابد. كم؟ 3000. 3000 ريال. وهذا طال عمرك؟ درة. درة بكم؟ تقريبا. ب 1000 ريال الدرة اليوم عندهم. هذه كليجة. خلك ليجا، هذه وش ذي؟ ليجا هاي حسب صوره انا صدقي صدقي. كم ذي؟ هذه 300. 300 زلحفه صغيره ذي حسب صوره حقيقيه صراحه. يبغون 30 الحقيقه. الرجال ذا الشاب ذا الله يعطيه العافيه ويفقه ويرزقه دايم. عنده طيور انا الحقيقه يمكن تقريبا اول مره اشوفهن جايبهن للسوق. انواع من الطيور الحقيقه الفخمه نعتبرها فخمه، شيء متكلم منها وشيء يصفر وشيء يعني منظره جميل. وهذا يا اخوي وش الفريق ذي؟ هذا كنيور. كنيور؟ اي. وش كم تبيعونه؟ يعتبر من النوادر الطفره. هذا يعتبر ذا من النوادر. كم تبيعونه؟ ب 1800. ب 1800 ريال يعتبر من النوادر، يعني اللي صعب انك تلقاه يعني باي سوق. الطفره هذه صعب. صعب انك تلقى الفصيله هذه باي سوق من الطيور في المملكه. حقيقة نشكرهم الشباب أبدعونا وغطينا الحقيقة نوع كبير. وهذا يولي؟ هذول روز. روز أليفات. كم؟ فيه 300 وفيه 600. الروز الجوز الحبة 300 وفيه 600. وش اللي يفرق بين ذا وذا؟ هذا أبيض والثاني عادي بلد. أين الأغلى وأغرب؟ الأبيض. الأبيض أغلى. أغلى. ايه؟ الروز الأبيض كم هو الأبيض؟ الأبيض 600. 600 والثاني؟ 300. 300. الحين يعطونا معلومات وتفصيل كامل الله يعطيهم العافية. نبي هذا الحق اللي نحتاجه بالسوق، إنه نغطي التغطية هذه ونكون شيء واضح للناس، يعني الله يفقهم ويرزقهم أو طيور حق نفتخر بها نكون بها السوق حق طيور حق نادرة إنك تلقاها في سوق بريدة الله يفقهم. هذه نوع من أنواع الطيور الزينة. اللي يسمونها الروز الجوز 550. هذا ايش نوعه؟ هذا زبره. ايوه. كم؟ 400 جوز. ولا 500 جوز. وهذا ب 200. ب 200 ريال هذا جوز. ولا كله ب 200 ذا؟ كله عندهم اسعارهم. هذه اسعارهم الطيور اللي يبي يقتني طيور زينه المحببة. مجموعة كبيرة من الشباب والصغارين بعد يحبونها. وعندهم زلاحف. الزلحف بكم يا شيخ؟ ها؟ شيخ؟ كم زلحفة؟ الزلحفة عندهم الحبة ب 35. زلاحف تبي حبة كبيرة تبي حبة صغيرة. زلاحف عندهم. البلبل يبيعون الجوز اليوم ب 35 ريال، 35. وهذا ايش نوعه؟ هذا بلبل روسي. بلبل روسي كم؟ 50 ريال. بلبل الروسي. وهذا؟ هذا الزبرة هذا استرالي 90 ريال جوز. استرالي هذا جبلة، اسمه جبلة؟ زبرة استرالي. استرالي ها؟ وهذا؟ هذا الزبرة باد هذا 110. هذا برضه نفس الماركة 110 يبيعونها اليوم للجوز. التقينا بحد البراعم اللي يعشق الطيور الزينه. شو اسمك يا ابو؟ ونعم يا زلمه. ايش تعشق من الطيور هذه الزينه؟ ايش اللي تحبه؟ تحب ذولي؟ ورا تحب البيض؟ ها؟ عندك شيء بالبيت من هنا الحين؟ ما عندك شيء بالبيت؟ اول مره انت بتشتري الحين؟ ها؟ يعني
ماتت، كان عندي كرب أرنب وماتت، يعوضك الله إن شاء الله بغيره بأرنب ثاني، ولا إن شاء الله يعوضك الله بطيارات الله يوفقك. طبعا في سوق الطيور يوجد شباب يبدعوننا بغير الطيور، يبدعوننا أنهم يلبون طلبات المتسوقين واللي يبيعون بتسويقهم بعض الحقيقة المنتجات اللي تخدمهم، مثل البسكويت، مثل الشاهي، مثل القهوة. كل يوم يجون كل صباح بهالسوق يبدعون الناس اللي هنا بيعطاهم يعني جرعات من القهوة والشاهي. كم لكم هنا يا شيخ؟ نعم. كم لكم هنا أخوي؟ 3 سنين. لا، كم لكم من سنة هنا؟ أنا 3 سنين. 3 سنين. وانت أبوه؟ بعد 3 سنين. شو إن العملية مربحة لكم يعني زينة؟ أيوة. م- 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 مربحة زينة العملية. بعدين حنا بالشارع عبد الملك. سام. شارع الملك عبد الله. إيه. يعني تبسطون هناك تجون بذا. ما شاء الله عليكم، يعني التغيير ترى هو من أسباب النجاح أخوي. يعني لما تغيرون أنتم من مكان لمكان ترى هذا يعتبر من أسباب النجاح. نتمنى لكم الخير كل يوم، ونشوفكم دائما مرتزقين، ونفرح لما نشوف هالوجيه الطيبة وهم بهالمكان. الله يوفقكم. تم تغطية سوق الطيور اليوم الجمعة 26,442، غطينا السوق اليوم تقريبا. نقلنا لكم صورة عن كثير من الطيور الموجودة في السوق. نتمنى إن شاء الله تفوز على أرضاكم، ونشكر جميع من تعاون معنا في هذا السوق.